السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكل محبي ومشاهدي قناة المزرعة البيتي من داخل مصر ومن خارج مصر. عرضنا النهاردة عرض فواخر من داخل مدينة العبور بالقاهرة. مبدئيا كده احنا من داخل مزرعة آل شريف بجمعية أحمد عرابي بالعبور، والنهاردة بإذن الله هنقدم لحضراتكم مال طيب ومال محترم. فخلينا نقول بس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. العرض ده مقدم من مزرعة آل شريف بجمعية أحمد عرابي بالعبور، وبإذن الله متاح كمية خرفان برق حر، حاجة بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده، خروف شبعان لبن وخرفان كبيرة مش صغيرة. بالنسبة للأعمار، أعمارهم من 4 شهور ونص إلى 5 شهور، من 4 شهور ونص إلى 5 شهور. وكمان عشان الناس اللي كانت بتسأل على خرفان داخل القاهرة، فالعرض هو دوت موجود بداخل جمعية أحمد عرابي بالعبور يا جماعة. فاللي محتاج اي حاجه هيقدر ان هو يروح العبور، مفيش خطوتين. نيجي بقى للاسعار. بالنسبه للاسعار في العرض دوت هيكون سعر الراس الواحد 2500 جنيه، 2500 جنيه، خرفان عمرها 4 شهور ونص الى 5 شهور. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الخرفان كلها شبعانه لبن وكمان متحصنه. لو حضرتك حابب تستفسر اكتر عن العرض تقدر تتواصل مع استاذ جمعه عن طريق الواتساب او تليفونيا على رقم 015-542-665، 015-542-665. طبعا رقم استاذ جمعة هيكون قدام حضرتك في الفيديو. واخيرا اتمنى لحضراتكم اللايك للفيديو وتدعمونا بيه، ولو اول مره تتفرج علينا يا ريت ما تنساش تشترك في قناه وتفعل زر الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات والعروض اللي بتنزل يوميا. كان معكم محمد مصطفى، اشوفكم ان شاء الله في عرض جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.